فطالب أهالي ديال الحكومة بالكشف عن الجنات المتسببين في زعزعة الأمن في المحافظة وأيضا تقديمهم إلى العدالة، لافتين إلى أن المشكلة التي تعاني منها المحافظة بدأت تتفاقم نتيجة عدم محاسبة المقصرين. أطالب من دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني بالتدخل الفوري لحل هذه القضية وكشف الجنات. أن يقول يعني السيد السوداني يقول يا أبا هاي الجنات هذول اللي سفكوا الدماء، وهاي العبوة اللي انفجرت بقضاء المقدادية خبراء المتفجرات يقول ما موجودة بالعراق. المن هاي العبوات؟